بي 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 نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. خلي لك بزايد في قضية بعواطف، فهو وبيكون بالمناسبة هدول البزايد ولا بحياته خاض معركة ولا خادم عسكرية، بيكون وبيكون قاعد على فيسبوك وعلى المكيف، يعني بيقعد بنظر على القيادة السورية أو قيادة الجيش كيف يجب أن تعمل. فحتى نكون موضوعيين وواضحين في هذه النقطة، لا يوجد أحد أحرص من رئيس بشار الأسد وقيادة السورية على كيفية التعاطي مع هذا الموضوع. ولدينا تحديات وأولويات، هذا يعود تقدير هذه قيادتنا السياسية التي نثق بها، ولجيشنا البطل الذي يقاتل منذ 11 عاما الجيوش الإسرائيلية المختلفة. نحن قاعدين، نحن الجيش العربي السوري قاعدين عم نحمي الحدود، يعني لا دخلنا ولا علاقة ولا ضربنا ولا سوينا شيء. سأكون أيضا هنا منطقيا بأن القضية ليست في الرد المباشر، يعني أنه أنا أرد ثم يرد الإسرائيلي فندخل في قضايا ستتدحرج باتجاهات أخرى يريدها عدونا ونحن لسنا الآن بصددها. هل نسميه الصبر الاستراتيجي؟ نحن نتحدث عن تحولات كبرى، نحن نتحدث عن أشياء، نريد تحرير مناطق عديدة، نريد بالتسويات، بالمفاوضات، بالحوارات، ولكن همنا في كيف يمكن أن نعود الجزيرة السورية. ومناورات التي قام بها الجيش العربي السوري مع الحلفاء الروس حاكت انتقالا من شرق الفرات، من غرب الفرات إلى شرق الفرات. نحن نتحدث عن تحرير مصادر الطاقة تبعنا التي تنهب من قبل المحتل الأمريكي ومن قبل للأسف أدوات المحتل الأمريكي في تلك المنطقة. إذن لدينا تحديات في مكان آخر الآن. هذه الضربات، هذا العدوان قد يعني يحتمل هو لا يغير كما قلت في البداية من معادلات استراتيجية، لكن كأولويات نحن إذا وضعت الأولويات، أي مواطن يضع الأولويات يجد أن أولوياتنا تقريبا في مكان آخر، وهذا يمكن امتصاصه، يمكن تحمله، ويمكن العض على الجرح فيه، ولكن الدخول في ردود أفعال غير مدروسة، هذا الأمر بالطبع دمشق تدرسه بعناية وبحكمة وتعرف أين مصالحها وتعرف ماذا يريد الإسرائيلي من هذا العدوان. هلأ قد تكون خسائر مادية وأحيانا يسقط لنا شهداء، ولكن كأولويات نحن في اتجاه لنقول آخر، فبدنا نكون أيضا منطقيين وموضوعيين.